السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هذا الفيديو توضيحي بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي الخاص. كاين بعض المتابعين اللي دخلوا عندي الخاص وقالوا لي بانني غدا نخلع الناس باش انهم يسافروا من ابيجو تل سان بيدرو على متن الحافله او للكار، وبان الطريق فهي مزيانه الى غير ذلك. اولا فللتوضيح فانا ما انتقدتش الطريق، بالعكس فالطريق مزيانه بزاف، وللاشاره فالطريق الساحليه ما بين ابيجون وسان بيدرو راه مازال ما كملاتش 100%، مازال كيديروا ليها الخط الابيض. وانا انتقدت فقط الامن ديال الحافلات، يعني الانسان الا كان غادي يمشي في الحافله او في الكار من ابيجون حتى لسان بيدرو فبالنسبه لي انا فكيغامر براسو، بحكم انني كنت ساكنه داخل البلاد واحد المده فكنت كنشوف لي زاكسيدون دائما. واحد النقطة أخرى غادي نطرق لها وهي أن راه كاينين جوج ديال الطرقان. كاينين بعض الناس اللي قالوا لي باللي ماشي يعني الطريق قريبة وباللي الطريق مسرحة إلى غير ذلك، فكاينين جوج ديال الطرقان. كاين الطريق الساحلية هذه قريبة تقريبا 340 كيلومتر، وكاين الطريق العادية على طريق ديفو غانوا، هذيك الطريق بعيدة، يعني الناس اللي بغاو يمشيو من تما بعيده. وانا كنت مشيت من هذيك الطريق، صراحه كنا درنا شي 8 سوايع ديال الطريق. وفقط كان هذا غير راي ديالي تحت الطلب الناس اللي طلبوا مني نهضر على الحافلات ما بين ابيجون حتى سان بيدرو، لانه بطبيعه الحال ماشي كلشي غادي يقدر يمشي على متن الطائره. شكرا والى اللقاء.